شنين نجمو نحكي وشنين نجمو نخليه على المهزلة الانتخابية اللي صايرة توا، وهيئة بوعسكر اللي حرمتنا من حقنا أن نختار ممثلين تاعنا في السلطة. دوك بو ريكابيتولي للعبيد اللي ما تبعتش، المحكمة الإدارية حكمت لثلاثة مرشحين أنهم اللي زي كيف أقصاتهم من الكورس البريزيدنسيال، أقصاتهم ظلما وبهتانا، دوك حكمت لهم أنهم يرجعوا للسباق الانتخابي. والثلاثة مترشحين هذم هما عماد الدايمي، منذر الزناجي، وعبد اللطيف المكي. بيدون كنفسروا ساعة الحكم تاع المحكمة الإدارية. بيد المحكمة الإدارية هي المحكمة اللي كي ريغلو كي جير لي كونفلي انتر المواطن والإدارة. المواطن عنده مشكلة مع الإدارة، لا الإدارة ظلمته ولا الإدارة عملت تجاوز أي نوع، أي إدارة من الإدارات التونسية، يمشي يشكي المحكمة الإدارية. تنجم المحكمة تنصفه كما تنجم المحكمة تحكم الفايدة الإدارة. هيئة بوعسكر ما هي حكمت على عدد من المترشحين اللي هم ما يستوفيوش الشروط القانونية باش يترشحوا الانتخابات. دوك دور المحكمة الإدارية هي شنية؟ هي المواطنين هذوما اللي تقدموا باش يترشحوا الانتخابات شافوا أي ليزي كيف أقصاتهم، أقصاتهم ظلمتهم معناتها في الأقصاء نتاعها، دوك باش يشكيو المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية تراجع الشروط تاع الانتخاب، معناتها معناتها على وقته المواطن عنده الحق يترشح باش يكون رئيس، وتشوف لي زي علاش رفض لهم الدوسيات نتاعهم، وتراجع هما اسكو يستوفيو الشروط ولا. دونك غروسو مودو دونك المحكمة الإدارية حكمت اي ثلاثة مواطنين هذم يستوفيو الشروط باش يترشحوا الانتخابات الرئاسية. والقرارات تاع المحكمة الإدارية هي قرارات ملزمة للهيئة تاع الانتخابات. والكلام اللي حكيه بوعسكر هو مغالطة، أنه قال أن بالساعة من الأول ديجا كيف قال أنا باش نراجع أحكام القضايا الجزائية ودرا شنو الكل، ديجا الكلام هذا هو بيدو قالو في رونديفو 9 في 2019 جوبونس، أحكى عليه وقال اللي المحكمة الإدارية كيف تحكم فايدة مترشح أنه يرجع للسباق الانتخابي لازم يرجع للسباق الانتخابي، وطنك سخطو طنك ما عندوش أحكام بيتا في قضايا جزائية تمنع من الترشح ما عنديش الحق الهيئة متاع الانتخابات أنها تقصيه. وزيد هما تعالت اللي أنهم ما وصل لهمش القرار، ما أعلمتهمش بالتلخيص متاع الأحكام ودرشني وكل، هذا غير صحيح كيف كيف، على خاطر المحكمة مهيش ملزمة أنها تبعث لنا تلخيص تاع أحكام، المهم القانون واضح المحكمة لازمها تعلمهم. وكيفيه ما نجمش يقول بوعسكر انه ما كانش في علمه بالقرارات، المحكمة هبطت بيين وبعثت لهم القرارات على المحكمة وكل، وهو اصلا بعثوا تجريح في القضاة اللي حاضرين في الجلسة العامة. دونك انت كيفاش ما في بالكش بالقرار تاع المحكمة وبعثت تجريح في القضاة اللي حضروا في الوحد اللي حضروا اللي ما حضروا زيد، انت بعثت فيهم تجريح. وهذا رد المحكمة الإدارية على المغالطات متاع الهيئة، اللي المحكمة بمجرد أنها صدور الأحكام علمتهم بالمنطوق متاع الحكم. دونك وكي والقانون واضح وما عندهش ما تجتهد الهيئة، الهيئة بالحسب الفصل 25 من القرار اللي عملته الهيئة هذي بيدها بالتركيبة متاعها، ما عليها كان أنها تنفذ الأحكام متاع المحكمة الإدارية سواء بإضافة المترشحين أو بإزالة مترشحين أخرين. معناتها المحكمة الإدارية سواء كان حكمت أنك باش تضيف مترشحين تزيدها وكان حكمت أنك باش تنحي مترشحين تنحيهم، ني بلوس ني مو. المهم الحاجة الواضحة والصريحة توا اللي احنا ماعادش نجمو نحكيو لا على انتخابات لا على تغيير السلطة عبر الانتخابات، على خاطر انت عندك توا انتخابات مزورة وانتخابات لهي نزيهة لهي شفافة لهي مستقلة. دوك انت أقصيت لا موضوع دي شوش انك اقصيت المترشحين اللي المحكمة الإدارية حكمت لفيدتهم انهم عندهم الحق يكونوا في السباق الانتخابي، انت اقصيتهم وكمل. عندك ثلاثة مترشحين، واحد منهم حاطه في الحبس، خرج من الحبس من عاود رجعته هزيته يبحث، معناتها والاخر زادة كيف كيف بدي عنده قضايا اخرى باش يبحث فيها وكل، معناتها في الاخر تفرغ في الساحة المرشح واحد. دوك بالنسبه لينا احنا توا كشعب اللي تسلبت منا حقنا ان نعبروا على ارادتنا وان نعبروا نختار ممثلينا في السلطه، ما عاد بقى لنا كان الشارع باش نظاهروا وباش نحتجوا على اللي صاير توا. وذيك عليه دايوغ نحب ندعيكم الكل للمسيره هذه لو 13 سبتمبر اللي منظمينها مجموعه من المنظمات الحقوقيه والجمعيات والاحزاب،
من اجل استرجاع المسار الديمقراطي نتاعنا.